سيخصص جناح خاص بالشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس من خلال مقتنيات ومستلزمات الشيخ الذي ستزدان به الأروقة تاع المتحف الوطني المجهد. وندعو الجميع بهذا الصدد أنه سيتم بعد الافتتاح في القليل من الأيام القادمة المتحف الوطني المجهد، سيستقبل رواده من جديد وسيجد إن شاء الله في أحد أجنحته الجديدة مقتنيات الشيخ عبد الحميد بن باديس.